ننتقل الآن إلى العقبة تحديداً مع زميلنا معن أبو دلو، مع أول يعني سيدة تقود باخرة. رح نعرف التفاصيل أكثر مع الزميل العزيز معن أبو دلو. معن إلك الهوى، تفضل. شكرا كاتي، كما أطلعتي المشاهدين الكرام، أول سيدة أردنية تكون كبير للضباط البحريين، وهي السيدة حنان أبو عثمان التي تقود السفن التجارية الناقلة هنا في العقبة. نتعرف عليها. صباح الخير، تفضلي. حابين نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين على هذه القصة، كيف حنان فكرت أن تكون أولا كسيدة على البحر، وإحنا بنعرف رحلات البحر طويلة، بعيدة عن الأهل، بعيدة عن العائلة، ربما تتطلب قوة معينة. تحكينا بداية قصتك، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قمرة القيادة لنرى حنان وهي تقود هذه الباخرة. تفضل يحكينا قصتك، كيف بلشتي؟ صباح الخير، يعطيك العافية. أنا حنان أبو عثمان، بداياتي كانت بسنة 2011، التحقت في الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية. طبعا كانت بمحض الصدفة، ما كان في عندي أي تخطيط من قبل أو أني كنت بعرف عن الموضوع. رحت سجلت في الأكاديمية، عجبتني فكرة الدراسة هناك، طبيعة الدراسة، طبيعة المواد اللي رح ناخدها. طبعا تميز وتفردني أنا أكون أول بنت أردنية رح تدخل في هيك مجال أو في هيك تخصص، كان كتير حلو، كان كتير عجبني. دخلت الأكاديمية، وطبعا بدايتها كانت في استهجان إنه أول بنت تدخل هيك معترك، يعني فقط احتكر للرجال، ما كان في قبل إنه بنات دخلوا. كانت في ناس معارضة، كانت في ناس بالعكس بتساعدني، وهذا خلالي في إلي تحدي كتير كبير يعني. والحمد لله كنت من الأوائل في الأكاديمية، خلصت دراساتي بامتياز. ووقت ما طبعا قعدنا احنا فترة سنتين دراسة وخلصنا، هلا بدنا نطلع احنا كتدريب بحري. طبعا التحقت على متن مراكب الجسر العربي، طبعا هو الخط ما بين العقبة وما بين النوابع، بيشتغل بيحمل ركاب وبضائع. عفوا، طبعا كانت فكرة اني انا اجي على المراكب، هلا بنفس الشيء بالشركة كانت مستغربة يعني انه بنات، وكان الكل خايف فكرة انه هل انت رح تقدري ولا ما رح تقدري. هذا خلالي برضو تحدي كتير اكبر، والحمد لله رب العالمين بالعكس تميزت وعملت الشغل المطلوب مني على أكمل وجه، وما حدا علق، بالعكس كان في مساعدة منهم. طبعا ما كان في أي استثناءات، مجرد أني أنا دخلت هيك مجال كان المفروض أني أنا أكمل فيه يعني بطريقة. والحمد لله أخذت دوراتي، ضابط ثاني كبير ضباط، وقاعد عم بكمل بالسي سيرفيس على أساس أني أنا أخلص إن شاء الله ربنا عالي بحر خلال السنة الجاية بإذن الله. إن شاء الله. تحكينا عن أول رحلة إليك حنان، كم استغرقت، كم شهر مكثتي في البحار على متن باخرة، كيف تقبل المجتمع وأهلك وعائلتك هذا البعد الذي يمتد لأشهر؟ زي ما قلت يعني هي أكيد كحياة اجتماعية بتتأثر، بالذات للمتزوجين أو البعد عن العائلة، بس الحمد لله رب العالمين أنا متزوجة من كابتن بحري ففاهم كيف طبيعة شغلنا ومن الداعمين. والحمد لله برضو أهلي برضو من الناس اللي وقفت برا ظهري من قبل ما أنا أبتدي الدراسة. هلأ كانت أطول فترة إبحار لإلي كانت أني إحنا سافرنا من العقبة لإسبانيا، اشتغلنا ما بين خط إسبانيا والمغرب. طبعا تقريبا قعدت هناك مدة 5 شهور 6 شهور. أكيد واجهت أشياء ما كنت مقابلتها هون بالخط ما بين العقبة والنوابع، طبعا كملاحة، كبعد عن الأهل فترة كتير طويلة، بس كانت حلوة يعني بالنسبة لي. بالعكس أعطتني فرصتي وأعطتني معلومات أكتر وخلتني في مجال أني أنا أكون ضابط شاطر إن شاء الله. شو بنحكي لباقي المقبلين؟ ربما هذا النوع من الدراسة على البنات والسيدات هو جديد وفي خوف عندهم، شو بتعطي رسالة للمقبلين على الدراسة؟ هل هي يمكن أن تكون مهنة تلائم المرأة خاصة هنا في الأردن؟ أكيد إن شاء الله، هي ما في أي مهنة ما بتلائم المرأة بالعكس، بس هنا بدها تكون نفس البنت على قد حالها، بدها تفهم إنها
عنها، كيف تقدر تتعامل مع الناس اللي حواليها، تتعامل مع الأطقم اللي جنبها. طبيعة الشغل تتطلب الجهد يعني، فبدنا واحدة تكون قادرة إنها تدخل في هيك معترك من غير ما إنها تتراجع بعدين، بالعكس يعني يكون في إلها فرصة كتير كبيرة. وعم بدعم طبعا هذا الشيء، وأتمنى يعني إنه يكون مجال تدخل فيه المرأة بشكل أكبر، لأنه إحنا هون معروف النقل البحري النساء فيه نسبة كتير بسيطة يعني كتير قليلة. فأنا أتمنى يعني إنه يكون في دعم للفتيات من الدولة ومن الجهات المختصة إنهم يدعموا هيك شيء ونستمر في هذا الشيء. ربما يخطر على بال المرأة، ما هو أصعب شيء ممكن تواجهه المرأة على متن باخرة كبيرة تحمل ربما آلاف الأطنان ومئات المسافرين؟ هلأ كوظيفة صعبة ما رح يكون في عندها، بالعكس يعني هي مجرد ما عرفت إيش الشغل اللي بدها تشتغله وإيش الوظيفة اللي تقوم فيها ما رح يكون في إشي صعب عليها. هلأ بدها تصير تأقلم حالها هي نفسيا يعني كيف ممكن إنها تقدر تكون بعيدة عن الحياة الاجتماعية، لأنها فعليا هي زيرو ما في يعني، غير لما إنه الواحد ينزل إجازات أو هيك، فبتقدر تتعامل مع الناس. طبعا إحنا بناخد دورات مكثفة كيف طريقة التعامل مع الركاب، طبيعة شغلنا كيف بأسبوعيا في عنا مناورات وغيره، على أساس أنه إحنا نقوى في مجال وظيفتنا. ولكن كبنت ممكن أنها تدخل هيك مجال، ما أنا مش شايفة أي شيء صعب، بالعكس بس بدك نفس الفتاة تكون قادرة أنها تدخل هيك شيء. نعم كاتي وإبراهيم ومشاهدينا الكرام، روينا لكم قصة حنان أبو عثمان كيف بدأت قصتها مع الحياة البحرية. الآن سننتقل إلى قمرة القيادة لنعطيكم فكرة عملية كيف تقود حنان أبو عثمان من قمرة القيادة هذه الباخرة الكبيرة، كيف تتعامل مع مختلف الأجهزة وأجهزة الساتلايت وأجهزة التحكم بالباخرة، وسنكون معكم بعد عدة دقائق من داخل قمرة القيادة. أنا معكم.